السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية: الانسداد السياسي دفع الشباب للخروج إلى الساحات في فبراير 2011. جمعة في عدن لاستكمال زخم الثورة ورفض ممارسات جر البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية. أهلا بكم، بداية النشرة أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إن الانسداد السياسي والاختلالات الأمنية وتردي الأوضاع الاقتصادية الذي وصلت إليه اليمن قبيل فبراير 2011 هو ما دفع بالشباب للخروج إلى الساحات. وقال هادي إنه لا يمكن لأي سلطة جديدة مهما كانت قدرتها أن تتجاوز تلك الصعوبات في عام أو عامين، مشيرا إلى وجود معوقات جديدة توضع لإعاقة مسيرة التغيير. وأكد الرئيس هادي أن الشعب اليمني لن يسمح بالعودة إلى الوراء وسيتجاوز كل محاولات جره للفوضى، مضيفا بأن اليمنيين الذين تجاوزوا في السابق أزمات أكثر تعقيدا قادرون على إفشال كل المخططات التي تحاك ضدهم. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية إعادة بناء الجهاز المدني للدولة بصورة صحيحة من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. جاء ذلك في الاحتفال الذي شهده الرئيس هادي في الأكاديمية العسكرية العليا احتفاء بعيد الاستقلال وبمناسبة تخريج عدد من الدورات العسكرية من كلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والأركان. الوطني للنجاح الكبير الذي ينتظره أبناء شعبنا رغم كل العوائق التي يتم صنعها أمامه حتى يصل إلى المنتهى الذي نرجوه، إلا أن كل ذلك لن يزيدنا إلا تصميما على الوصول إلى المحطة الأخيرة في مؤتمر الحوار في أقرب وقت ممكن، وتجاوز كل تلك العوائق المصطنعة التي لم تقتصر فقط على أورقة المؤتمر بل امتدت إلى مختلف الجوانب حياتنا، من خلال الاستهداف، الخدمات العامة، من خلال عمليات القتل الممنهج سواء للرجال والأمن والجيش والمدنيين والسياسيين، ومحاولات النشر الفوضى في الشارع اليمني عبر الإضرابات وغيرها. أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تقارير مستمرة حول تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية، كما دان أي محاولات سواء من جانب أفراد في النظام السابق أو من انتهازيين سياسيين. وحذر مجلس الأمن المفسدين والمعرقلين بأنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم. وأوجز بن عمر في إفادته الصحفية أبرز ما تناوله تقريره المقدم إلى المجلس. جلسة جديدة لمجلس الأمن لمناقشة الشأن اليمني استمرت 3 ساعات متتالية، لتكون بذلك هي الجلسة الأطول زمنا منذ 3 أعوام مضت. الجلسة كانت مغلقة، إلا أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن أدلى بتصريح صحفي عقب الجلسة تناول فيه أبرز ما تضمنه تقريره المطروح على طاولة المجلس. أكد فيه أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي أن العملية السياسية في اليمن تواصل تقدمها بشكل ملحوظ رغم تعرضها لعملية عرقلة واضحة من عناصر ينتمون للنظام السابق ومن وصفهم بانتهازيين سياسيين. وأشار بن عمر إلى أن انتهاء العملية الانتقالية في اليمن مرتبط بتنفيذ المهام في الانتقال السياسي، مؤكدا أن اتفاق نقل السلطة نص على أن ولاية الرئيس هادي تنتهي بانتخاب رئيس جديد وانتهاء المرحلة الانتقالية. وقال بن عمر إن المعرقلين يعملون على تقويض العملية الانتقالية وزعزعة الاستقرار في اليمن وإطلاق حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي لتشويه سمعته والإساءة إليه وتضليل الرأي العام فيما يتعلق بفترة ولايته الرئاسية. وأوضح بن عمر بأن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، في إشارة إلى الحصانة الممنوحة للرئيس السابق ومعاونيه، موضحا بأن غالبية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني يرون أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة فيما هم يواصلون تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه.
وتطرق مبعوث الأمم المتحدة إلى القضية الجنوبية وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق نتيجة لحجم النهب الممنهج الذي طالهم، مشيدا بدعم قطر لصندوق تعويض الجنوبيين المتضررين بدعم قدره 350 مليون دولار، داعيا المجتمع الدولي خاصة دول الخليج إلى المساعدة لتقدم الانتقال السلمي في اليمن. وقال بن عمر إن تناقل أخبار انسحاب مكون الحراك غير صحيح، مضيفا أن أعضاء من الحراك أعلنوا انسحابهم، بينما أكد آخرون أنهم مواصلون في المشاركة بمؤتمر الحوار. أحيا ثوار عدن اليوم جمعة استكمال زخم الثورة في ذكرى نوفمبر المجيدة، وأكد خطيب ساحة الحرية بعدن محمود السقاف أن ذكرى نوفمبر المجيدة في هذا العام جاءت لتكشف لنا أصحاب المشاريع الاستعمارية الصغيرة ومن وصفهم بأصحاب النفوس المريضة. وأضاف خطيب عدن أن هذه الذكرى العظيمة تأتي في وقت تتواصل فيه المؤامرات من أصحاب المشاريع المذهبية والمناطقية، مؤكدا بأن الشعب اليمني سيفشل مشاريعهم الصغيرة الهادفة إلى جر البلاد إلى مربعات الحرب الأهلية، وأن الشعب سينتصر لمشروع الوطن الكبير من خلال الالتفاف حول مخرجات الحوار الوطني ودعم عملية استكمال التغيير. ودعا السقاف جميع الأطراف المشاركة في الحوار إلى تقديم التنازلات من أجل المصلحة العليا للوطن. ضربت موجة صقيع شديدة مناطق ومديريات محافظة الضالع أمس الخميس، ما أدى إلى خسائر مادية قدرت بالملايين جراء تلف المحاصيل الزراعية. ووفقا لمعلومات أولية فإن الصقيع أتلف وبشكل كبير مزارع الخضروات وأشجار القات رغم الاحترازات التي اتخذها المزارعون عبر تغطية المزروعات، مشيرا إلى أن مناطق مريس والشعيب وجبن كانت الأكثر ضررا من موجة البرد التي نزلت مساء أمس واستمرت حتى ساعات الصباح. وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة صقيع وبرد شديد جراء انخفاض درجات الحرارة. اختتمت مساء أمس فعاليات الدوري الرياضي لأندية الدرجة الثالثة بمحافظة مارب، والتي نظمها اتحاد كرة القدم بمشاركة 6 فرق رياضية على مدى أسبوعين. وتأهل للمباراة النهائية فريقا الوطن حريب ونسيم الجوبة، والتي جمعتهما على ملعب الأمن السياسي، وتغلب الأول بركلات الترجيح 4-2. وفي ختام البطولة قام وكيل المحافظة الفاطمي ونائب مدير مكتب الشباب والرياضة سعيد اليوسفي ورئيس الاتحاد صالح الحواني بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق الوطن حريب، وكأس المركز الثاني والميداليات الفضية لفريق نسيم الجوبة، والذهبية لأفضل هداف في البطولة. أشاد الشيخ عامر علي مبخوت ضرمان بمواقف الإصلاح الوطنية ودوره الكبير في خدمة قضايا وتطلعات الشعب. جاء ذلك في تصريح له عقب إعلانه وآخرين من قبيلته الانضمام للتجمع اليمني للإصلاح. وعبر ضرمان عن إدانته لكل الأعمال التخريبية التي تستهدف مصالح الناس، مشددا على ضرورة تعاون كل القوى لحماية مؤسسات الدولة وحقن دماء اليمنيين. والله احنا نرفض ونحذرهم ونرفض انك نقبل اي تخريب، سواء في ابراج الكهرباء او في الطرقات او في غيرها، هذه نرفضها ونحمل الجهات التي تحمل المسؤولية، ولا يعودوا لا مثل هذا الشيء. وسنبقى جنود مجندين للمصالح العامة مهما بذلنا من الثمن أو حتى لو نوصل إلى أريال، نرفض هذه الأعمال. مشاهدين الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية: الانسداد السياسي دفع الشباب للخروج إلى الساحات في فبراير 2011. جمعة في عدن لاستكمال زخم الثورة ورفض ممارسات جر البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية.
مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل.net. إلى الملتقى لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.